بصير ممثل محترف. أعطيناه دور مهم مع ممثلة جديدة اسمها نيكول، وهي كمان جديدة بفريق تعيش وتاكل غيرها. بس هالممثلة بما إنه جديدة غلطت كذا مرة بالحوار وبالصفحة، وكل مرة بكف حتى طلع دينو لتوني. بونجور حياتي، كيفي؟ يا عين شو هيدا؟ شو هالحلو؟ بجنن، بس كان في عشق تاري كتير تأخرت، ما قدر جيب لك الغراء حياتي. وصيت على يوم بكره بدربي بمرق وبجيبه. خلق له بيض اليوم. بيض؟ كل يوم بيض؟ طيب شو بدي اعمل؟ لا كهرباء، لا تليفون، لا مي، طيب شو يعني؟ شو هيدا؟ شو هالكفة؟ ما في كف هون يعني. كيف أستاذ؟ ما في كف يا وين؟ يا أستاذ؟ لا شو؟ أستاذ غسان؟ وك يا أختي ما فيش كف هون. ما فيش كف وينو؟ يا حوها هين المشهد؟ وينو؟ جبت لك الاغراض، فيش كف. يا استاذ شو غسان؟ شو من عيد؟ يا استاذ غسان؟ نعم نعم سكر. اي نعم. يا ها؟ ما في كف يا استاذ. منين جبت الكف يا عيني؟ الله يرضى عليك، عندي شغل. يلا نعيدك، يلا نعيدك حبيبي. بونجور حياتي. كيفي؟ كيفك؟ يا عيني شو هالحلو هيدا. كيف كان نهارك اليوم؟ تعيس جدا. ليه؟ كان في عشق تسير، هيك توصلت. بعتذر حياتي ما قدرت اجيب لك الاغراض، بس وصيت لك على يوم بكره بدربي بمرق. طيب شو بعمل؟ ما عمتي صارت واصله. منين؟ من الجبل. اجت عمتك من الجبل؟ لك ايه شو بك؟ ولك يا عمي قلنا لك ما فيش كف هون. وسكت؟ عن جد بتعرف. لك شو صار؟ يا استاذ غسان؟ لك يا اختي وين في كف هون؟ وين في ها؟ وين هو؟ هيدا غرفتنا جاية عمتك. وين عمتك؟ منين جاية عمتك؟ منين جبتي لي اياها؟ وين؟ فيش كف يا عيني. عمتك اجت من الجبل، فيش كف، شو خصني بعمتك انا؟ يا غسان في كف انا لا. يا استاذ غسان في كف؟ لا في كف. يا ما بدنا نختلف، شغل هيدا روح رياضية تكون. لك حياتي ثانية، هاي ثاني مرة. فيش كف يا عيني. في كف؟ لا ما في كف. بونجور حياتي. بونجور. كيفك اليوم؟ صعبة؟ منيحة؟ شو هالحلو هيدا؟ شو هالحلو هيدا؟ حبيبي شو أخبارك؟ ماشي الحال. يعني تعذبت كثير توصلت قد ما في عشق تسافر. وين؟ على الطريق وين؟ والغراض بكره وصيت لك عليهم، بكره بجيبهم، ما قدرت تجيبهم. كيف بكره وصيت عليهم؟ وعمتي؟ مين عمتك؟ عمتي جاي من الجبل اليوم على الغدا. اليوم؟ ايه اليوم. اي ساعة بتوصل؟ هلا بعد شوي. معقولة لا كهرباء لا تليفون لا مي، شو بعمل؟ لك يا عمي من هيك ما فيش كف اليوم. قولي مينك انت؟ قولي مينك انت؟ يا سيدة صار كمان شو شغلة كمان تنشو تاكل غيرة عمزي تنشو تاكل غيرة يا سيدة تنشو تاكل غيرة عمزي راح نتكلم فوق وكل لك التصليم تعيش وتاكل غيرة وصفتك بالديني ميلاد رزق كمان مرقت عليه اللعبة وطلبنا منه يمثل دور مع نيكول الممثلة الجديدة، وكمان اتحمل 3-4 كفوف لدرجة انه كان رح يضربها عن جد لو ما تدخل كمان. بونجور، كيفك حياتي؟ تمام؟ تمام. اشتقت لي. انا كنت نهارك منيح. سوري على الغراض ما قدرت جبتهم. ها؟ ليه؟ عشقت ساير ووصيت عليهم رح يبعثوا لنا اياهم. متى؟ بكره. طيب شو بعد نتغدى اليوم؟ ليه مش عاملي غدا؟ ما كنت ناطرة لغدا. ما عاملي لا غدا ولا شيء ابدا؟ بقلبي. بيض؟ لك شو متوقع مني اعمل؟ لا كهرباء لا مي لا تليفون، انا شو بعمل؟ شو هي؟ شو؟ كيف كف؟ وين هيدا؟ هون وين؟ اعطيني سكريبت. كيف تضربني كف؟ ما عم بفهم. وين موجود هذا؟
انا فاهمه انه في لا حبيبتي ما في كف. ما لا في كف. وينه؟ ربع صفحه. وين؟ ليزا سدي. بونجور. كيفك حبيبي؟ تمام؟ اشتقت لك. كيف كان نهارك؟ ماشي الحال. ماشي الحال؟ سوري ما قدرت جبت الاغراض. ليه؟ عجقت سير بس، رح يبعثوا لنا اياهم. اي متى؟ بكره. حنتغدى؟ ما عملي غدا؟ لا ما كنت ناطرة الاوراق. يعني ما في غدا اليوم؟ بقلي بيض. بيض؟ طب لا كهرباء، لا مي، لا تليفون، لا غراض، طب شو بعمل؟ يا استاذ غسان شو؟ شو القصة يا خيي؟ شو شو في؟ كيف؟ بك شيء ده ما زال؟ لا بعدين شو بدك تروح تاني طلع من الصفحة عندي. لك لا لحظة لحظة شوي، لا لحظة لحظة شوي لحظة. ضيعتوني قولوا لي انصفنا. حفظتي حفظتي دورك ولا ما حفظتيه؟ إنه ما علي بعدني جديدة؟ شو جديدة على دوري يعني؟ الكف لك شو غلطت لك يا خيي؟ الكف لو حطيني شو؟ طب ما تاني كمان ما بلا ميلاد اوكي ميلاد معلش يا حبيبي يا زلمه اذا ما بدي ادير على السر هالمره سوري يعني بونجور كيفك؟ تمام؟ اشتقت لك شو اخبارك؟ سوري على الافراط ما قدرت امنتهم اليوم ها؟ ليه؟ لانه كان في عجقة سير بكره بيجوا طيب وعمتي؟ مين عمتي؟ عمتي جاي من الضيعة. عمتك جاي من الضيعة؟ بتتغدى عنا. أنا ما بعرف هلا عمتي. معقول ما بتعرف عمتي؟ طب شو مجوزني؟ مجوزك ما بعرف عمتي. طب كيف بصير هيك؟ بصير. طب هلا شو بدي ربيها؟ ليش هي جاي تتغدى عنا كمان؟ ليكون مش عاجبك يعني. لا ما عاجبني. ليه؟ لأنه عمتك لا بعرفها ولا شيء. بصير ما بتعرف عمتي؟ أنا عمتي مين عارفة؟ أنت شو بعرف؟ ولا غسان ولا غسان شو بدك كمي تعيش وتاكل غيرك وصحتك بتجيني